ممشى أهل مصر واحد من الأماكن اللي كلنا مستنيينها، وممشى أهل مصر وبدايته هو الفسحة المجانية لكل المصريين اللي تليق بالمصريين اللي بقالنا سنين بنتابع ونستنى أنها تكون موجودة بشكل لائق لكل المصريين. من أول ما الممشى اتفتح وإحنا مترقبين وبنتابع فعالياته وبنتابع الأجزاء اللي خلصت من الممشى قد إيه جميلة، لكن كمان من ضمن الفعاليات المبهجة اللي حصلت هو النايل تاكسي. النايل تاكسي بدأ فعلا تشغيله لزوار الممشى من ضمن الخدمات الترفيهية اللي بيقدمها الممشى بصورة لذيذة جدا، حضارية وشيك، نتمنى أنها تفضل على هذا المستوى. الصور اللي قدام حضراتكم دي النايل تاكسي، بالتأكيد النايل تاكسي ده ممكن يبقى وسيلة مواصلات حقيقية. يعني أعرف كده ناس من الأغنياء جدا بيعدوا باللانش بتاعهم لكن إذا كان بقى عامة الناس ممكن تستخدمه تعدي بيه فعلا يبقى إنقاذ من وقت طويل في الزحمة، لكن هو بالتأكيد هيبقى فسحة حلوة جدا في النيل. خلونا نعرف تفاصيل أكتر وتسعير النايل تاكسي من مهندس طارق رفاعي معاون وزير الإسكان للمرافق. مهندس طارق مساء الخير. مساء الخير يا فندم. تحديدا النايل تاكسي كان واحد من المشروعات اللي اعتقد ان احنا اتكلمنا عنها كتير وكانت منتظره من فتره طويله. محتاجين نعرف من حضرتك الاعداد، اماكن المحطات بقى الوقوف لنايل تاكسي، وهل فعلا ممكن يبقى وسيله مواصلات حقيقيه داخل النيل؟ اولا فندم احنا بدانا في ممشى اهل مصر كان المفروض في نفس التوقيت كان نايل تاكسي ده كان واخد تصريح من مجلس المدراء بحيث ان هو حضرتك يبدا يشتغل فعلا، لان ما كانش في تخطيط نعمل ممشى اهل مصر. لما بدانا نعمل ممشى اهل مصر فوقفنا النايل تاكسي شويه لغايه ما خلصنا المشروع، وقلنا بعد كده يتعاقدوا مع الشركه المشغله للمشروع. فده مشروع خاص لا يتبع وزاره الاسكان، واخد كل التصاريح. الشركه المشغله للمشروع هي اللي بتحدد اسعار التذاكر، هي اللي بتحدد كل حاجه. احنا حضرتك له 6 محطات موجوده عندنا جوه الممشى، منهم محطتين بالفعل شغالين حاليا، واحده قصاد البنك الاهلي وواحده قصاد النايل سيتي على الكورنيش، وفعلا هو بدا من 4 ايام بالظبط العمل. هو الاعداد حضرتك اللي بتبقى موجوده فيه حوالي 15 فرد، التذكره حوالي 150 جنيه للفرد، المده اللي هو بيستغرقها الرحله جوه نهر النيل 30 دقيقه. طيب ده سؤالي بقى، 150 جنيه سعر التذكره دي عشان جوله في نهر النيل ولا من اسمه كده هو نايل تاكسي؟ فلو كان في المخطط ان يكون وسيله مواصلات ف 150 جنيه بالتاكيد رقم كبير جدا. هو يا فندم اتفضل يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل. هو فندم بص يا فندم عشان كده بقول لسيادتك احنا كنايل تاكسي مش متحكمين في الاسعار، مش متحكمين في الرحله او هل هو هيكمل على مفتاح النيل كله ولا لا، بس هو كان في البدايه لما جاب لنا المخطط بتاعه ان هو عاوز يستمر كنايل تاكسي ينقل المواطنين كلهم داخل نهر النيل بحيث يكون وسيله نقل زي الاوتوبيسات زي التاكسيات زي القطارات. ماشي، بس ده حضرتك على ما اعتقد ده هيتم بعد نهو جميع الاجزاء المراحل بتاع الممشى، لان زي ما قلت كده احنا ما عندناش غير المحطتين دلوقتي موجودين جوه الممشى، لان احنا المرحله الاولى فقط هي اللي خلصت بدا من كوبري 15 مايو حتى كوبري امبابه، عشان كده احنا عندنا محطتين فقط هم اللي مفتوحين داخل الممشى، باقي المحطات حضرتك النهارده حتى اللي هو بينزل فيها او بيحمل منها دي تبعنا اصلا داخل وزاره الاسكان. كلام منطقي يا باشمهندس، واعتقد انه يعني طبعا 150 جنيه ممكن يبقى رقم كبير، لكنه لو على فسحه، لو لفسحه وشخص يقدر انه يدفع الثمن ده بالتاكيد هيبقى نايل تاكسي حل جميل، لكن ننتظر في المستقبل ان اسعار تبقى متاحه وزي ما حضرتك قلت يبقى المحطات كمان اكتر ويبقى مفيد كوسيله انتقال. بشكرك شكرا جزيلا مهندس طارق رفاعي معاون وزير الاسكان للمرافق.